طيب أنا كمؤمن ليه لازم أشارك الدعوة؟ أولا أنا هتكلم عليا كرشا وهتكلم عليا كمؤمنة بالمسيح. أنا كرشا اتغيرت حياتي تماما أول ما عرفت المسيح. اتنقلت أفكاري، اتنقلت تطلعاتي، اتنقلت طريقة حياتي. أما اتعاملت مع الله بشكل مختلف، تعاملت مع الله بشكل إن هو أب وإن هو بيعتني وإن هو راعي ليا، إن هو بيهتم بكل أموري، إن هو إله أمين حتى لو أنا إنسانة مش أمينة ساعات معاه، مش قاعد لي بالمرصاد وبيضلني وبيبعدني عنه وأنا لازم أبقى طول الوقت عمالة أستجدي في عطفه علشان أفضل في المكان الأمين اللي هو مكان الهداية. لكن هو الرب يريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون. فبالتالي أنا النقلة اللي حصلت في حياتي والسلام اللي دخل جوه قلبي والتغيير اللي حصل معايا هو ده اللي بيديني الدافع والحافز إن أنا أروح أكلم الآخر عنه. ليه؟ لأن أنا بحس إن الآخر عنده احتياج. الآخر ما عندوش سلام، الآخر عنده حزن، عنده ألم، عنده وجع، عنده تحديات، عنده